طيب نجي الآن للقوة المتبادلة بين سلكين طويلين متوازيين موضعين بالفراغ. بكل بساطة أنا خلينا أوضح لك هنا بشكل أفضل. هون عندي سلكين، أوكي؟ هون عندي سلكين، عندي حالتين. إذا كانوا التيارين في نفس الاتجاه، مثلا كان هذا I1 نسمي مثلا I A وهذا I B، لاحظوا معايا التيارين في نفس الاتجاه كلهم رايحين لأعلى، فتوجد قوة متبادلة بين هذين السلكين، أوكي؟ إذا كان التياران في نفس الاتجاه، أوكي؟ فالقوة لاحظ معايا، فالقوة المتبادلة بيناتهم حتكون قوة تجاذب بالشكل التالي. هذا حيكون عندك F A، هذا حيكون إيش F؟ قوة تجاذب، قوة التجاذب اللي هو أتراكت. إذا كانوا إيش؟ لاحظ معي، إذا كانوا في نفس اتجاه التيارين. أما لو كان كل سلك مثلا الآي مثلا آي بي في ذا الاتجاه، والآي آي إيه في ذا الاتجاه، التياران متعاكسان، صح؟ التياران متعاكسان. فلاحظ معايا حيكون عندك القوة السلك الأول يكون بهذا الاتجاه، مثلا F مثلا F A، أوكي؟ وهذا حق في ذا الاتجاه حيكون عندك إيش F B. إيش تلاحظ؟ قوة التنافر حيكون عندك إيش ريب، هنا حيلاحظ هناك تراك تجاذب، هنا ريبيل، قوة تنافر، اوكي؟ اذا كانوا التيارين متعاكسين فالقوة الناشئة او المتبادلة بينهم حيكون ايش؟ قوة تنافر، اوكي؟ وهنا قوة ايش؟ تجاذب. وضحت؟ بس ابغاك تعرف هذه النقطة. طيب هنا بس بيقول لك القانون ايش هو؟ هذا قانون، حلو؟ لو بحدد اتجاه التيار او بحدد اتجاه القوة باستخدام قاعدة العلماء من الدرس السابق، من الدرس ايش؟ السابق، من الدرس السابق. كيف؟ لاحظ معايا، انت لو جيت طبقت القاعدة هذه اليمنى مثلا على التيار اللي هو اي بي، لا لاحظ معايا، حتحط اصابعك في ذا الاتجاه، حلو، وتلفها، لاحظ معايا، تلفها في اتجاه المجال الاسفل. فانت لما تجي يعني حتحط باطن يدك تمام الأسفل، فإبهامك حيروح اليسار، شايفين؟ هنا بنفس الطريقة لو تجي، أوكي، هنا حتطبق نفس العلاقة، بس أنت ركز لي على إيش هذه إيش العلاقة. لكن أنا بقول لك على حاجة، إنه هنا ما أدري إذا أخذتوها ولا، في حال كان عندي سلكين بنفس الاتجاه التيار، يعني مثلا لاحظ معايا هنا وهنا وهنا، مثلا هذا آي B وهذا A، ما هي المسميات، لاحظ معايا، هم بيقولوا انه يمين السلك وطرف يمين كل سلك وطرف يسار كل سلك في ايش؟ عندي مجال، المجال لاحظ معايا، لاحظ معايا المجال هنا، اذا كان شوف، اذا كان السلكين تياراتهم كلهم في نفس الاتجاه، هنا لاحظ معايا حينشأ مجال للداخل، وهنا حينشأ مجال للخارج. حنزل فيديو، تمام، فيديو شوفوا اول 5 دقائق، شوفوا كيف حتحدد اتجاه ايش المجال، هذا المجال وهذا المجال، اوكي؟ فانت لما تطبق قاعدة هذه اليمنى هي لتحديد قوة المجال اتجاه قوة المجال المغناطيسي، حتقول ايش؟ اصابعك في اتجاه ايش؟ التيار كذا، وبعدين هذه معناته المجال للداخل، المجال للداخل، بعدين اصبعك حيروح ايش؟ حيروح في ذا الاتجاه، واضح؟ طيب انا يهمني بس، لاحظوا معايا، يهمني
الجملة هذه هنا ويمين القانون. أوقف هنا أوضح فيديو كيف حددت جال القوة المغناطيسية في إيش؟ في هذا السلك اللي في اليمين.